اهلا بكم مشاهدي الاعزاء. مره اخرى قال مؤسس موقع ويكيليكس الاسترالي جوليان اسانج ان الحقيقه دائما مره لكنها ضروريه من اجل كشف الواقع، كما انتقد في مقال له نشر في جريده ذا اوستراليان الحكومات التي غردت في سرب الولايات المتحده من اجل حمايه مصالحها حتى ولو كان ذلك على حساب شعوبها حسب تعبيرته. ويذكر ان محكمه ويستمينستر هنا في لندن قد امرت ب الإبقاء على أسانج رهن الاحتجاز حتى 14 من ديسمبر كانون الأول الجاري للنظر في مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه من السويد. للحديث حول هذا الموضوع، آخر أخبار أسانج وأيضا آخر تسريبات ويكيليكس وخاصة المتعلقة بمنطقة المغرب العربي اليوم، أستضيف هنا في الأستوديو العضو المؤسس في حركة رشاد المعارضة الجزائرية الأستاذ محمد العربي زيتوت، كما أستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أسامة أبو رشيد. أرحب بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ أسامة حول يعني آخر تطورات، و يعني الظاهر أنه العملية كبرت يعني أكثر مما كان يتصور البعض. التسريبات أصبحت توصف بالخطيرة. الرجل الآن في السجن عنده مذكرة اعتقال، كيف تابعتم هذه التطورات الأخيرة؟ طبعا لا شك أن المسألة قد كبرت أكثر مما كان هو يتصور أيضا، يعني لم يكن ربما يتصور هذا الرد الفعل الأمريكي القاسي، على أساس أنه يعني، وهذه نقطة ينبغي أن تعلم، أن موقع ويكيليكس وأسانج نفسه كانوا دائما قبل أن يصدروا أي مجموعة جديدة من الوثائق كانوا يحاولون أن تواصل مع وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع الأمريكية ويعلموهم بالمعلومات التي سيتم يعني نشرها ووضعها على موقعهم، بحيث يكونوا على أهبة الاستعداد للمعلومات التي ستخرج. أيضا هناك معلومات كان إلى الآن لا زالوا يحتفظوا بها، وهي أيضا جزء منها جاء نتيجة ضغوط أمريكية أن لا يتم الإفراج عنها. فليس صحيحا أن كل الوثائق التي يمتلكها خرجت بدون موافقة أمريكية. هي خرجت بدون موافقة أمريكية، ولكن ليس كلها خرجت إلى العلن، والإدارة الأمريكية كان لها دور في وضع بعض يعني الضغوط كي لا تخرج بعض المعلومات الخاصة أو الحساسة جدا. فالذي رأيناه ليس هو المعلومات الحقيقية الحساسة جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية. ما يحصل الآن لأسانج هو محاولة طبعا لكتم صوته، محاولة لوقف هذا النزيف الذي تعاني منه الدبلوماسية الأمريكية. هذا فعلا هو بمثابة نزيف. الآن هو كشف طرق عمل الدبلوماسية الأمريكية. القضية ليست في قضية أن الدبلوماسي أمريكي وصف شخصا رئيس دولة أو دبلوماسيا آخر أو مسؤولا كبيرا فضح طريقة عمل هذا، إنما طريقة العمل. نعم. عندما يتحدث عن هيلاري كلينتون وما تطلبه هيلاري كلينتون من جمع معلومات عن رؤساء دول، عن وزراء خارجية، عن الأمين العام للأمم المتحدة، هذا كله يعطي تصور لطبيعة عمل المؤسسة السياسية الأمريكية، فضلا عن أن هناك وثائق سبق انكشف عنها أيضا من البنتاغون نفسه، من وزارة الدفاع الأمريكية. فهذا الآن عرى أمريكا ولو أنه تعرية جزئية عن طريقة عمل الولايات المتحدة في العالم، وطريقة حشرها لأنفها في الكثير من الملفات، ودورها في الكثير من المشاكل التي نراها في العالم. فهذا عرى الموقف الأمريكي وعرى إدارة أوباما بأنها إدارة عاجزة عن السيطرة عن تدفق هذه المعلومات، وهذا أضعفه أيضا داخليا أمام الحزب الجمهوري. أستاذ محمد، يعني تبعنا في قناة الحوار يعني ونتابع يوميا هذه التسريبات شأن كل القنوات في العالم، كانت هناك يعني تسريبات وصفت بالخطيرة حول هذه الدبلوماسية وعمل الدبلوماسية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا كثيرة كشفت عن ربما حقيقة مواقف أنظمة عربية في المشرق الشرق الأوسط حول قضايا تخص المنطقة. كانت هناك تسريبات أخرى أيضا تخص منطقة المغرب العربي، ما الذي شد انتباهك في التسريبات الأخيرة؟ صراحة شعرنا بشعور متناقض، شعور بالارتياح من جهة وبشعور بالغضب من جهة أخرى. شعور بالارتياح لأننا أنا وغيري من الذين يتابعون في الأوضاع ويقولون هذا الكلام، وقالوا كلام كثير منذ فترة طويلة، وأعدناه وقلنا أن هناك خطر في منطقة المغرب العربي، خطر لأن الأنظمة هذه لم تعد تمثل الشعوب، وخطر لأن هذه الأنظمة أصبحت تتآمر على بعضها البعض، وخطر أنها أيضا أصبحت أهم ما تريد هذه الأنظمة هي البقاء في السلطة وليس مصالح أوطانها أو شعوبها. وبالغضب لأن وجدنا أن هناك أمور حتى أخطر
مما كنا نقول مما كنا نتوقع. وجدنا أن الوضع في اللي يتحدثون عن الوضع في المغرب أسوأ مما كنا نتوقع، في تونس أسوأ مما كنا نتوقع، وفي الجزائر أيضا وجدنا أن الأمور ذهبت إلى حد بعيد. ومن ثم شدنا أن هذه الأنظمة متصارعة فيما بينها، شدنا أن الأمريكيين ينظرون إليها بنظرة استصغار ونظرة أنهم تقريبا يكاد يكونون عملاء عندهم، حتى ما نقولش هذه الكلمة مباشرة. ثم شدنا أن الأوضاع أسوأ بكثير مما كنا نظن ومما كنا نتوقع، وليس هناك أي مبالغات عندما نقول أن هذه الأنظمة ليس لها علاقة بمصلحة الأوطان ولا بمصلحة الشعوب. ربما في نبدأ من تونس، هناك أمر متعلق بعمل النظام، الفساد داخل النظام، وأيضا موقف تونسي من قضية الصحراء الغربية. هذا ما لم يكن ربما يعلمه الكثير، بأن موقف النظام التونسي من قضية الصحراء الغربية ليس موقفا محايدا كما هو معلن. يعني هو ليس موقفا محايدا، وهو محرضا أكثر منه. حتى طبعا وهذا يغضب كثير الطرف الجزائري. القضية الأخرى، وجدنا أن الأمريكيين ينظرون إلى النظام التونسي على أنه شبه عصابة، يعني هم عبروا بهذه الكلمة، قالوا أنه شبه عصابة هي اللي تحكم البلد، وقالوا أن أسرة الرئيس تعبث في البلد عبث غير معقول، وقالوا أن هناك سجون سرية، وقالوا أن هناك تعذيب بشكل لم يكونوا يتصوروه، ممنهج، وقالوا أنهم يتخذون ما يسمى بمكافحة الإرهاب. وطبعا أمريكا هي راعية ما يسمى بمكافحة الإرهاب، ولكن الأمريكيين ذهلوا من أن النظام التونسي ذهب إلى أبعد حد وأكثر مما كانوا يتوقعون وما يتصورون، حتى أنه أصبح يثير لهم مشاكل. وقالوا أن الشعب التونسي غاضب وحانق على هذا نظامه، ولكنه مغلوب على أمره. وقال مسؤول في المرصد الأحمر، الهلال، الصليب الأحمر الدولي، من أنه فوجع بتعذيب الموجود داخل هذا ما حملته برقيات مسربة من ويكيليكس. البرقية الأخيرة تحدث عن تحميل أيضا الرئيس التونسي للجزائر المسؤولية عن عرقلة قضية الصحراء الغربية. سنأتي لموضوع الجزائر، لكن أريد أن أتحول معك أستاذ أسامة للحديث عن الظاهرة. هل نحن أمام ثورة في قضية توصيل المعلومة، اكتسابها وتوصيل المعلومة؟ طبعا لا شك أن ما حصل سيكون علامة فارقة في التاريخ، أن تكشف هذه المعلومات بهذا الكم، بهذه الطريقة، بهذه السرعة. لا شك أنها أحدثت صدمة، خاصة لدى الوعي الأمني الأمريكي، لأن يعني بعد 11 سبتمبر كانت إحدى أولويات إدارة جورج بوش هو أن يحطم ما سمي ذلك بالحاجز ما بين الوكالات الأمريكية المختلفة. كان هناك حاجز ما بين مثلا جهاز FBI الذي هو جهاز أمني داخلي، والCIA التي هي جهاز استخباراتي خارجي، وما بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية. كان هناك نوع من الحساسية ما بين هذه الأجهزة، وجاء أحد الأسباب التي قالوا أنها تسببت في 11 سبتمبر أنه لم يكن ذلك التواصل بين هذه الإدارات وبين هذه الوكالات. الآن جاءوا وأسقطوا هذا الحاجز، أسقطوا هذا الجدار. إسقاط هذا الجدار سمح لمجند برتبة متدنية جدا موجود في قاعدة عسكرية في العراق 40 كيلو تقريبا عن بغداد، يعمل كمحلل في جهاز الاستخبارات التابع للجيش الأمريكي، أن يطلع على شبكتين. الشبكة الأولى سرية، وهي يعني يتم تبادل المعلومات بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، والشبكة الثانية شبكة أمنية للداخل الأمريكي. فإذا استطاع موظف واحد أن يصل إلى كل هذه المعلومات، وهو يقول أنه كان يطلع معدل 14 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، يجلس أمام هذه المعلومات وينزلها على CD. فالآن تستطيع أن ترى كيف أن الولايات المتحدة تعاني الأمرين، عانت عندما كانت هناك حواجز، وعانت عندما رفعت السرية وتم يعني السرية طبعا هذا التدفق من هذه المعلومات. طبعا فالآن الولايات المتحدة تعيش عصرا لم تعد هي المتحكم الوحيد فيه بالمعلومة. جميل. صحيح أنها هي التي جاءت بالإنترنت، صحيح أنها هي التي تضع كل ضابط، طبعا الذي يتصور أن الولايات المتحدة لا تمارس رقابة أمنية لصيقة حثيثة على الإنترنت هذا لا يعرف الواقع. أمريكا
هناك يعني التجسس على الإنترنت، هذا هذه خاصية وميزة أمريكية بالدرجة الأولى بامتياز. لكن مرة أخرى وجدنا أن هذا السيف سيف ذو حدين، بمعنى أن الولايات المتحدة التي فتحت أبواب الإنترنت ومارست التجسس على الإنترنت الآن هي أيضا تعاني، لأنها أرادت أن تسقط ذلك الحاجز ما بين الوكالات الأمنية، فجاء موظف واحد استطاع أن يخترق جهاز واحد، هذا الجهاز أوصله إلى كل ربما المعلومات. ربما أدخلنا في مرحلة جديدة سيؤرخ الجميع أكيد كما قال الكثير من الكتاب أنه فيه مرحلة ما بعد ويكيليكس والعالم قبل ويكيليكس. بين البرقيات الأخيرة أيضا التي ربما أحدثت زلزال في منطقة المغرب العربي هي البرقية التي تتحدث عن التعاون الأمني الجزائري الأمريكي وسماح الجزائر لطائرات تجسس أمريكية ب يعني الطيران على الأراضي الجزائرية. يعني ما الذي ممكن أن نفهمه من هذه البرقية؟ كنا قلنا هذا من قبل من أن هناك تعاون لصيق، ومن أن إدارة بوش كانت تقول أن النظام الجزائري هو أكثر الأنظمة تعاونا معها في قضية ما يسمى بمكافحة الإرهاب، ولكن كثيرين كانوا يقولون أنكم ربما تبالغون، ليس هو الوضع كما هو الأمر. الآن فوجئنا، وأنا صراحة أقول لك نحن كنا نعرف أن هناك تواجد عسكري أمريكي، هناك تعاون أمني مكثف، لكن لم نكن نعرف أن وصلت الحكومة القائمة نظام القائم إلى درجة أن يسمح بطائرات تجسس الـ EP3 وهي عدة أنواع من الطائرات بالمناسبة أن تتجسس على التراب الجزائري ككل وعلى جيران الجزائر أيضا، وأن يوجد هذا في وثائق وأنهم يسمحون بذلك باسم مكافحة الإرهاب. هذا خطير جدا، واعتقد ان الكثيرين فوجئوا به. انا تكلمت مع كثيرين داخل الجزائر قالوا انه هذه تعتبر فاجعة، صدمة حقيقة في الشارع اليوم. انا تكلمت مع اليوم الصباح وامس كان الخبر بدا ينتقل، قالوا انها صدمة حقيقية، بحيث انهم كانوا يعرفون، بعض الناس كانوا يعرفون ان هناك مكتب للCIA، مكتب للFBI، كانت الحكومة احيانا تكذب تقول ان هذا ليس صحيح، ولكن ان توجد خلية وقاعدة للCIA وأن تقوم هذه بمسح وبتجسس على الجزائر كل الجزائر، فهذا تقريبا سيخرج الثوار من القبور ويخرج الشهداء من القبور. يعني هذا هل مكافحة الإرهاب الذي تعاني منه الجزائر ألا يبرر هذا التعاون الأمني الجزائري الأمريكي؟ لا يبرر ذلك، أولا لأنهم كانوا ينكرون دائما هذا ويقولون أن هذا ليس صحيح، ولو كانوا مقتنعين به أن هذا مبرر كذا قالوا نحن والله هذا بالنسبة لي نحن حرب الإرهاب وسنسمح للتجسس الدولي أن يعبث بالأمن الجزائري وحفاظا على الجزائر كما يقولون. هذا الأمر الأول لأنه كان سريا، والأمر الثاني هم في حرج شديد الآن لا يعرفون كيف يردون، وخاصة أن وثائق ويكيليكس ونحن نقول إذا كان هذا ليس صحيح نسعد بذلك، إذا قلتم أن هذا ليس صحيح نتمنى أن لا يكون هذا صحيح، وأن لا تكون المخابرات الأمريكية الآن تشرف وتتجسس على الجزائر كل الجزائر، نتمنى أن يخرج من مصدر رسمي يقول هذا ليس صحيح ويكذب ذلك. الأخطر من ذلك وجدنا مثلا موقفهم في قضية غزة كان صادما أيضا، عندما يقول رئيس بوتفليقة رئيس النظام عندما يقول من أنه يتفهم، لا يتفهم فقط موقف الرئيس مبارك ومصر من غزة، ولكنه لو كان مكان مصر لفعل نفس الشيء. هذا صادم، نحن نعرف أن هناك مئات الألاف من الجزائريين خرجوا في مظاهرات عارمة بعد في أثناء العدوان الهمجي على غزة، وأن هذا بالنسبة للجزائر كانت تقول نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، فإذا بنا نصبح نقول أن الموقف المصري وموقف مبارك نباركه، هذا أيضا صدمة حقيقية. أيضا كان هناك قضية الموقف من الاحتلال الأمريكي للعراق جاء أيضا صادما، نجد أن بوتفليقة يقول لمسؤول أمريكي أنهم يريدون أن يبقى الأمريكان في العراق. لا يعقل أن الجزائر التي دفعت ملايين شهداء منهم 1.5 مليون فقط في 7 سنوات الأخيرة وظلت مستعمرة لمدة 130 سنة ودفعت ثمن غالي، وهي التي كانت تقول أنها تحارب الاستعمار في كل مكان والاحتلال، وتقول أنها تدعم تواجد الأمريكي والاحتلال الأمريكي للعراق. هذا أيضا يعني تؤيد بقاء الآن، يعني لأن الوضع غير مستقر ربما. هذا ما فهمه.